إذن وينضم إلينا من مقر اجتماع أوبك مراسل الإخبارية نايف نوفل. نايف أهلا بك. نايف أصف مرحبا بك يا زميلتي. أهلا بك نايف. نايف صف لنا الأوضاع الآن وما هي المستجدات لديك؟ نعم، حاليا اكتمل وصول وزراء الطاقة والنفط للدول الأعضاء في منظمة أوبك لعقد الاجتماع رقم 175 الرسمي للمنظمة. وسط حضور إعلامي لافت سمعنا من أوبك أن عدد الصحفيين المسجلين لتغطية هذا الاجتماع وصل إلى 300 صحفي، وهو رقم لم يحصل من قبل في تاريخ أوبك لتغطية مثل هذا الحدث. هذا يعكس الاهتمام الدولي، اهتمام الاقتصادات الدولية بما سيحدث هنا في فيينا من قرارات منتظرة. الكفة الأرجح هي تبني توصيات اللجنة الوزارية التي عقدت يوم أمس اجتماعها، وأوصت بضرورة إحداث خفض في الإنتاج يشارك فيه دول أوبك والمنتجين المستقلين الشركاء لأوبك على رأسهم روسيا. اليوم الاجتماع الوزاري الرسمي للمنظمة سيرفع توصيات اجتماع أمس، توصيات اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وأيضا وجهة نظر الدول الشركاء المنتجة مثل روسيا. سيرفع الاجتماع وجهة نظرهم إلى الاجتماع الوزاري من أجل تحديد القرار الذي ستتخذه المنظمة لتحديد السياسة الانتاجية لعام 2019. الخفض، كميات الخفض لا تزال موضوع النقاش المطروحة التي ستطرح على طاولة الاجتماع الذي يبدأ بعد قليل، وهنالك الحديث عن مقترح اللجنة التقنية بخفض يتراوح بين المليون ومليون وأربعمائة ألف برميل في اليوم للتخلص من التخمة الحاصلة في أسواق النفط العالمية. وبعد قليل يفترض أن يسمح للصحفيين الدخول لطرح الأسئلة على وزراء المنظمة حول مواقفهم، أيضا السؤال حول مواقف كل الدول قبل بدء الاجتماع طبعا. لكن القرار النهائي الذي سيخرج به وزراء المنظمة سيعلن من خلال مؤتمر صحفي يتوقع أن يكون عصر أو مساء اليوم هنا في فيينا. وغدا سيعقد أيضا الاجتماع الذي سيضم أوبك مع المنتجين الشركاء منتجي الخام مثل روسيا، وسيكون اجتماع اليوم أيضا يعني ممهد لاجتماع اليوم الغد للخروج بالقرار النهائي حول استراتيجية الشراكة بين المنتجين من داخل وخارج أوبك. إذن نحن ننتظر بعد قليل السماح لنا بالصعود إلى صالة الاجتماع لأخذ تصريحات مع الوزراء ويعني الحديث معهم حول مواقف كل الدول. سمعنا اليوم في وكالات أنباء إيرانية عن أن وزير النفط الإيراني قال بأن إذا حدث أي خفض في الإنتاج يجب استثناء إيران منها. ربما تكون هنالك في بعض مطالبات من بعض الدول الأعضاء في المنظمة لأخذ بعض الاستثناءات أو الإعفاءات من أي قرار يوصي بالخفض وفقا لما سيطرح في اجتماع اليوم. واضح، بكل تأكيد اجتماع اليوم واجتماع الغد مهم جدا. إذا مراسل الإخبارية الزميل نايف نوفل، شكرا جزيلا لك.